السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طاب أوقاتكم بكل خير، أهلا بكم إلى نشرة أخبار التاسعة والنصف من قناة السعودية، والبداية بالعناوين. بناء مدن المستقبل والذكاء الاصطناعي على طاولة المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة. جرعات لقاح كورونا في المملكة تتجاوز 25 مليون و700 ألف جرعة. والطيران المدني تصدر تعميما بعدم سماح سفر المواطنين للخارج إلا لمتلقي جرعتي للقاح كورونا. مرحبا بكم. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تقرر إجراء عملية فصل التوأم الطفيلي اليمني عائشة محيمود من محافظة المهرة يوم غد الخميس، وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني. وأوضح رئيس الفريق الطبي والجراحي الدكتور عبدالله الربيعة أن التوأم الطفيلي هو عبارة عن طفل مكتمل مع وجود حوض وأطراف سفلية إضافية مزدوجة ومتطفلة على التوأم عائشة وتشترك معها في منطقة الحوض. ومن المتوقع أن تستغرق العملية الجراحية قرابة 8 ساعات ونصف، ويشارك فيها 25 طبيبا وأخصائيا إلى جانب الفنيين وكوادر التمريض، وتعد هذه العملية رقم 50 ضمن خبرة رائدة للمملكة على مدى 3 عقود تمت فيها دراسة 117 حالة توأم سيامي من 22 دولة في 3 قارات حول العالم. نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يشارك وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ في القمة العالمية للتعليم وتمويل الشراكة من أجل التعليم التي ستقام على مدى 2 يوم في لندن بالمملكة المتحدة. ويلقي وزير التعليم غدا الخميس كلمة المملكة خلال فعاليات القمة التي ستنعقد بمشاركة رؤساء 12 دولة و60 وزيرا للتعليم، بالإضافة إلى ممثلين عن القطاع الخاص ومؤثرين وشركاء من فئة الشباب. وتتناول أعمال القمة دعوة المجتمع الدولي لتمويل الخطة الاستراتيجية للشراكة العالمية من أجل التعليم للسنوات 5 المقبلة. انطلقت فعاليات المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة الذي تنظمه مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية في العاصمة الرياض بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، ويشارك بالمنتدى نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين والمختصين في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. ويناقش هذا الحدث العالمي على مدى 2 يوم تأثير التقنيات الناشئة في مستقبل النقل وبناء أنظمة الرعاية الصحية القادرة على الصمود في وجه الأزمات وتحولات الطاقة النظيفة وبناء المدن الذكية في المستقبل واستعادة النظام البيئي ومستقبل التمويل. تتجه المملكة وفق رؤيتها إلى تعزيز الإنتاجية الصناعية في إطار استراتيجية تطوير القطاع والوصول إلى آخر ما توصل إليه العالم من خلال تسخير التقنيات في الصناعة ومواكبة الثروة الصناعية الرابعة وفقاً لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. الثورة الصناعية الرابعة تسمية أطلقها المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس سويسرا عام 2016 تنطلق بعد ثورات صناعية تتالت منذ أواخر القرن 18 وساهمت في تغييرات كبيرة خاصة شبكة الإنترنت والإمكانات غير المحدودة للوصول إلى المعرفة. وتستضيف الرياض حدثا عالميا يتمثل في المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة بمشاركة نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين ليبرز المنتدى دور مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة. ويأتي ترجمة الاهتمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مجالات الثورة الصناعية والذكاء الاصطناعي وبناء مدن المستقبل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وجعل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية. ونتحول الآن إلى مقر انعقاد المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة بالرياض، ينضم إلينا من هناك الزميل عبد العزيز الموينع. أهلا بك زميلي عبد العزيز، ضعنا في قلب هذا الحدث الصناعي الكبير الذي تستضيفه العاصمة
وانطلقت فعالياته اليوم. نعم، مساء الخير عليك هلال، مساء الخير أيضا على مشاهدي أخبار السعودية. طبعا هذا المنتدى بدأ اليوم منذ 7 مساء بأولى جلساته، حيث استمرت الجلسات إلى هذه الساعة، وأيضا مستمرة الجلسة الأخيرة إلى بإذن الله قرابة الساعة تقريبا 10:15 من مساء هذا اليوم، ومستمر بإذن الله فعالياته إلى أيضا مساء الغد. يناقش هذا المنتدى العديد من المواضيع التي تهم الثورة الصناعية الرابعة، منها أيضا حلول التمويل، وأيضا الخدمات اللوجستية والأمن السبراني والمعلوماتي، وأيضا حتى المدن الذكية، وحتى أيضا خلق نظام صحي مستدام ذو فعالية على مواجهة الأزمات. المملكة العربية السعودية من موقعها دعمت قطاع الصناعة على مدى عقود، وأيضا ذللت أمام كافة أصعاب، وأيضا كافة ووضعت أيضا السهولة في التشريعات لتمكين القطاع الصناعي. أيضا اليوم تم الحديث حتى عن أهمية بناء نظام معلوماتي آمن وسبراني آمن لدعم كافة الشركات منها الكبيرة أو حتى المتوسطة وأيضا الصغيرة لأمان أو ضمان أمان تلك المعلومات الشخصية. أيضا كان هناك حديث للأستاذ إبراهيم المعجل حول، وهو الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي، تحدث من خلاله عن أبرز أحجام التمويل التي سوف يتم تقديمها وأيضا تم تقديمها منذ العام الفائت لقطاع الصناعة، وأيضا حتى القطاعات التي سوف تكون ذات جذب وأهمية أكثر في المرحلة القادمة. أخيرا هناك العديد من الأرقام التي وردت في هذا المؤتمر، على سبيل المثال الحصر منها ما يتعلق مثلا بالأمن السبراني، تم الحديث أنه سوف يتم الإنفاق على هذا القطاع أكثر من 110 مليارات دولار في الأعوام القادمة، كأحد أكثر القطاعات التي سوف تكون جاذبة ونشطة في الفترة القادمة. بإذن الله سوف تستمر جلسات هذا المؤتمر إلى الغد، حيث سوف يكون هناك جلسة متعلقة بقطاع الطاقة وأيضا الطاقة النظيفة، وسوف تكون هناك كلمة لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، يتحدث من خلالها عن ما يتعلق بقطاع الطاقة ودعمه للثورة الصناعية الرابعة. هذا كان بشكل عام وبموجز حول ما حدث اليوم في أولى أيام هذا المنتدى. أعود الآن للزملاء في استوديو الأخبار لاستكمال ما تبقى من النشرة. نعم، إذا شكرا لك زميل عبد العزيز الموينع من مقر انعقاد المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة بالرياض، شكرا لك على إعطائنا هذه التفاصيل عن فعاليات المنتدى حتى الآن. وعلى هامش المنتدى السعودي للثورة الصناعية الرابعة، أعلن رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية المهندس عبد الله السواحة عن تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة. للمزيد حول هذا الموضوع انضم معنا الآن المدير التنفيذي لمركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة الدكتور منصور الصالح. أهلا بك دكتور منصور. بداية، يقام هذا المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة من قبل مركز الثورة الصناعية الرابعة في المملكة، نريد أولا أن تحدثنا عن هذا المركز وعن دوره والذي دشن هذا اليوم. مساء الخير، شكرا على الاستضافة. طبعا بالنسبة لمركز الثورة الصناعية الرابعة في السعودية، واحدة المراكز التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum، طبعا ونتج عن توقيع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية والمنتدى الاقتصادي العالمي. مشروعات المشاريع في المركز معتمدة بشكل كبير على التعاون والتنسيق مع الشركاء في القطاعين العام والخاص، كذلك الأوساط الأكاديمية. هدفنا دائما تصميم وتجريب سياسات أو أطر تنظيمية تسهم في تعزيز فرص الاستفادة من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أو التقنيات الناشئة، وفي نفس الوقت الحد أو التقليل من مخاطرها بأكبر قدر ممكن، طبعا هذا على المستوى المحلي أو الإقليمي وحتى الدولي. وهو أيضا يعني إحنا نهدف دائما لتحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتحول
اقتصاد قائم على الابتكار. نعم، هذا المركز دكتور هو منصة تجمع القطاع الحكومي وأيضا شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في إطار واحد من أجل الاستفادة من هذه المجالات. نريد أن تحدثنا عن أبرز المجالات، مجالات الثورة الصناعية التي يركز عليها هذا المركز. طبعا دائما لما نتكلم عن الثورة الصناعية الرابعة احنا نتكلم عن التقنيات الناشئة. التقنيات الناشئة طبعا كثيرة، ولكن من أمثلتها الذكاء الاصطناعي، تعلم الآلة، المركبات الذاتية، طائرات بدون طيار، العملات الرقمية، تشكيل مستقبل البلوكتشين، ما يتعلق بمستقبل الإنترنت الأشياء، التطور الحضري وخلافه. ماذا عن مواهب الأفراد؟ هل يستطيعون الاستفادة من المركز من لديه يعني مهارة أو موهبة في مجال الثورة الصناعية؟ أكيد طبعاً، هذه هي من أهم المستهدفات للمركز، لبناء كوادر بشرية سعودية قادرة على دعم القطاعات المختلفة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وتدريبها كذلك على التقنيات الناشئة، والتأكد أن احنا نستطيع تسخير هذه التقنيات والاستفادة منها بأكبر شكل ممكن. نعم، أيضا دكتور منصور نستثمر وجودك معنا بشكل سريع، نتحدث عن هذا المنتدى المهم وهذا الحدث الصناعي الكبير الذي تستضيفه العاصمة الرياض وانطلقت فعالياته اليوم، المنتدى الأول للثورة الصناعية الرابعة. نريد من خلالك أن نتعرف على أبرز ما دار في هذا المركز وإلى أين يسير وما هي النتائج المتوقعة منه. طبعا زي ما تفضلت المنتدى بدأ اليوم وهو لمدة يومين، اليوم وبكرة. ينظم المنتدى المركز الثورة الصناعية الرابعة بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum والوف. الحمد لله هناك مشاركة كبيرة الحقيقة من نخبة من المتحدثين المتميزين سواء دوليا أو محليا. المنتدى يناقش التقنيات الناشئة، أثارها، طريقة الاستفادة منها في القطاعات المختلفة، سواء في تشكيل مستقبل تحول الصناعة، في تشكيل مستقبل تحول النقل، أنظمة الرعاية الصحية المرنة، تحولات الطاقة النظيفة، المدن الذكية، استعادة النظام البيئي، مستقبل التمويل. فهو يعني يبحث قطاعات مختلفة. المنتدى كذلك يسلط الضوء على دور المركز، أيضا يهدف بشكل كبير إلى إبراز دور إنجازات المملكة والحقيقة اللي هي كثيرة جدا في توظيفها لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في قطاعات مختلفة. سؤال الأخير، أبرز وبشكل سريع دكتور، أبرز المشاريع المستقبلية والأفكار القريبة للتطبيق والتي يعمل عليها المركز الآن. والله المشاريع كثيرة طبعا، احنا حاولنا انه يعني نستكشف افضل الفرص اللي ممكن نعمل فيها، ووصلنا الى عدد كبير من الفرص اللي الحمد لله حصلناها. التركيز الان على مجموعة من المشاريع كبداية للمركز، سواء مشاريع فيما يتعلق بالقطاع الزراعي واستخدام الارتفيشال انتليجنس والذكاء الاصطناعي في القطاع الزراعي، او فيما يتعلق باستخدام ما يسمى بالهيفي ليفت درونز او الطائره بدون طيار اللي هي تشيل حموله ثقيله، وهكذا. في مجموعه من المشاريع اللي تركز على مره اخرى على السياسات وعلى الاطر التنظيميه لتلك التقنيات الناشئه وطريقه الاستفاده منها بشكل كبير، ونبغى نكون يعني مثال ل يعني يحتذى فيه من قبل الدول الاخرى باذن الله. نتمنى لكم التوفيق ولهذا المركز والقائمين عليه. اشكرك المدير التنفيذي لمركز الثوره الصناعيه الرابعه في المملكه الدكتور منصور الصالح، شكرا جزيلا لك.
تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا المعطاة في المملكة أكثر من 25 مليون و700 ألف جرعة، إذ بلغ عدد الذين حصلوا على الجرعة الأولى أكثر من 18 مليون و444 ألف شخص، فيما وصل عدد الذين حصلوا على الجرعة الثانية إلى ما يزيد عن 7 ملايين و300 شخص، وذلك من خلال أكثر من 580 مركزا للقاحات في مختلف أنحاء المملكة. وهذا استعراض لآخر إحصائيات فيروس كورونا في المملكة. نشرتنا مستمرة، سوف نعود إليكم بعد فاصل قصير، وتبقى في نشرتنا: البيئة تحذر من بيع مخططات على أراض زراعية بدون موافقتها. وفيها أيضا رحلات بحرية لسفن الكروز تنطلق من ميناء جدة لتستكشف جزر البحر الأحمر. أهلا بكم من جديد. أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اشتراط الدخول إلى المنافذ الجمركية للمملكة للمحصنين فقط، وذلك ابتداء من تاريخ الأول من أغسطس، مع إبراز تطبيق توكلنا للمواطنين والمقيمين للتأكد من التحصين، وذلك عملا بقرار وزارة الداخلية باشتراط التحصين المعتمد من قبل وزارة الصحة للدخول للمنشآت الحكومية والخاصة للموظفين والمراجعين على حد سواء. حددت الهيئة العامة للطيران المدني شرط تلقي كامل الجرعات للقاحات المضادة لفيروس كورونا المعتمدة بالمملكة لسفر المواطنين إلى خارج المملكة. جاء ذلك في تعميم جديد أصدرته الهيئة إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة بشأن تحديث إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة. واستثنى التعميم المسافرين الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما شريطة أن يقدموا وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر الإصابة بكورونا خارج المملكة، والمتعافين ومن لم يمضي على إصابتهم أكثر من 6 أشهر، ومن أصيب وقد حصل على جرعة واحدة من أحد اللقاحات المعتمدة بالمملكة. وأكدت الهيئة أنه سيسري العمل بهذه الإجراءات ابتداء من مطلع العام الهجري القادم 1443. للمزيد حول هذه التحديثات في إجراءات سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ينضم إلينا عبر الهاتف المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني الأستاذ إبراهيم الروسة. أهلا بك أستاذ إبراهيم في نشرة 9:30 على شاشة قناة السعودية. بداية، أطلعنا على تفاصيل أكثر بشأن الإجراءات الجديدة والتي اعتمدتها هيئة الطيران المدني لسفر المواطنين إلى خارج المملكة عبر مطارات المملكة، وأيضا التوقيت الذي سيبدأ من خلال السريان هذا الاعتماد. أهلا بك وشكرا للاستضافة. مثل ما تفضلت، الهيئة العامة للطيران المدني عممت اليوم على الناقلات الوطنية وشركات الطيران العاملة في مطارات المملكة بما فيها الطيران العام والطيران الخاص للتحديث الجديد الذي ينص على أن السفر سيكون مقتصرا على من تلقى كامل الجرعات من أحد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المعتمدة طبعا من قبل وزارة الصحة في المملكة. ويأتي هذا الإجراء طبقا وتماشيا مع التعليمات الجهات المختصة التي تهدف للمحافظة على الصحة العامة وعلى جعل رحلة الطيران رحلة آمنة وصحية، وأن تكون المطارات والطائرات بيئة غير ناقلة للعدوى، إنما بيئة آمنة إن شاء الله تعالى. والحقيقة سوف يسري العمل بهذا الإجراء كما هو معلن لدى الجهات المختصة
في 1/1443 وموافق 9/8/2021. هذا طبعا يأتي ضمن سياق ضمن عدة يعني تعاميم وتعليمات أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني، كان الهدف من ورائها هو تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مطارات المملكة. طيب أستاذ إبراهيم، كيف سيتم تطبيق إجراءات المنع؟ في أي خطوة من إجراءات السفر تكون؟ هل هي مثلا عند التقدم لشراء تذاكر من إحدى الشركات المعتمدة لدى هيئة الطيران في المملكة، أو بعد الوصول إلى المطار؟ ما هي آلية التعامل من خلال تطبيق هذا الإجراء؟ نعم، هناك طبعا آلية تعمل عليها الهيئة العامة للطيران المدني هذا الأمر، ولكن اسمح لي أن أنوه إلى أمر مهم، وهو أن هذا الإعلان هو لا يلغي الإعلان السابق للهيئة العامة للطيران المدني الذي أعلنته في 24 ذي القعدة الموافق 4 يوليو، وهو بشأن منع السفر المواطنين المباشر وغير المباشر إلى عدد من الدول المعلق القدوم منها. وبالتالي هذه الدول التي أعلنت بشكل في وقت سابق وأعلنتها كذلك الجهات المختصة ووزارة الداخلية سوف يتم سريان العمل بموجبها، إنما هذا الإجراء أو هذه التعليمات هي للدول المسموح السفر إليها. نعم، لكن إلى الآن لم تتضح آلية تطبيق هذا الإجراء، آلية المنع. يعني هل يستطيع مثلا شراء التذاكر أو عند الوصول إلى المطار يتم منع بعد شراء التذكرة؟ كيف سيكون التعامل مع ذلك؟ سيكون التعامل عند قبل إجراء إصدار التذاكر صعود الطائرة، سيكون هناك ربط طبعا مع تطبيق توكلنا لهذا المسار، لن يتاح إبراز أو لن يتاح كذلك يعني إصدار بطاقة صعود الطائرة إلا بعد أن يكون المستخدم أو المسافر حاصل على الجرعتين، وبالتالي يتاح له أن يصدر التذكرة على هذا الخصوص كما هو مطبق في الرحلات الداخلية اليوم. جميل. وكما أعلنت الهيئة العامة في وقت سابق. أشكرك الأستاذ إبراهيم الروسة، المتحدث الرسمي لهيئة الطيران المدني. ضبطت هيئة الغذاء والدواء 412 طنا من الروبيان بعد تعديل بيانات البطاقة الغذائية وعبوات المنتج داخل مستودع غير مرخص بمنطقة جازان. وأوضحت الهيئة أن ضبط هذه الكمية جاء بعد عمليات الرصد والتقصي، حيث جرى إغلاق المستودع واستدعاء المسؤولين عن المنشأة استكمالا لتطبيق العقوبات والأنظمة بحقهم. ووفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، فإن عقوبة تلك المخالفات قد تصل إلى 10 ملايين ريال، إضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز 180 يوما، أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما، أو إلغاء الترخيص حسب المخالفة. حذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من بيع مخططات أعدت على أراض زراعية بدون موافقتها أو اعتماد المخططات للتجزئة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأهاب وكيل الوزارة للأراضي والمساحة المهندس صالح الحيدان بالشركات والمكاتب العقارية والأفراد بضرورة الامتناع عن بيع أي مخطط على أرض زراعية بدون موافقة الوزارة، كما دعا إلى اعتماد المخططات للتجزئة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 25 مخالفا لنظام البيئة، منهم 14 مواطنا و11 مقيما، وذلك لارتكابهم مخالفات إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبد العزيز الوطني بالسودة. وجرى تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية. هذا وتصل عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة إلى غرامة تصل إلى 3000 ريال.
دعت الهيئة العامة للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا المهتمين في مجالي البيانات والذكاء إلى التسجيل عبر موقعها الإلكتروني في معسكر علوم البيانات، ويتضمن المعسكر الذي يبدأ في 8 أغسطس حضوريا لمدة 12 أسبوعا في مدينة الرياض، يتضمن تعلم لغة بايثون والرياضيات للمبتدئين في علوم البيانات وتحليل البيانات الاستكشافية والارتباط الخطي وتجريف بيانات الويب وتصنيف التعلم الآلي والتعلم الاستنتاجي ومعالجة اللغة الطبيعية، وذلك لمدة 10 أسابيع. وبيّنت سدايا أنه سيتاح للمشاركين في المعسكر تعلم أساسيات هندسة البيانات والتعلم العميق، وذلك ضمن المسار التكميلي للمعسكر لمدة 2 أسبوع. تستمر المشاريع التنموية على ساحل البحر الأحمر، حيث دشنت مشاريع تنموية وتعليمية جديدة بمنطقة تبوك، وذلك ضمن مقومات تحقيق رؤية المملكة 2030. نتابع. تحديدا وفي شمال غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، تضخ 187 مليون ريال دعما لعدة مشاريع تنموية وتعليمية وبلدية، الأمر الذي دعا أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان للوقوف على تلك المنجزات وتدشينها. سعيدين في الأمسية، وهذا هو الأساس، وكل ما يعمل هو لهم. وأيضا يعني توج هذا المحل الجميل لوجود تدشين الكلية الجامعية، هذه أيضا من أهم الأشياء لأبناء وبنات المنطقة وبنات محافظة ضبا. محافظة ضبا مثل المحافظات الأخرى في الساحل إن شاء الله في منطقة تبوك ستشهد تغيير شامل، ورؤية سمو ولي العهد 2030 وإنشاء المشاريع الضخمة سواء في نيوم أو البحر الأحمر أو ديالا، كلها ستغير وجه المنطقة. مشاريع بلدية تخدم المنطقة وتساهم في رفع مستوى جودة الحياة للسكان خاصة، ولتكون مصدر جذب للسياحة الخارجية وفق رؤية المملكة 2030 التي بدورها ستجعل من ساحل البحر الأحمر وجهة سياحية مهمة في قاموس السياحة السعودية. في كل رؤية تنموية بمختلف المناطق يأخذ التعليم نصيب الأسد، فاشتمل التدشين على افتتاح مبنى الكلية الجامعية الجديد بالمحافظة، والذي بلغت تكلفته 137 مليون ريال لخدمة 3000 طالب وطالبة. وتعد ضباء من المحافظات التي تتمتع بمقومات ريادية وسياحية تتمثل في إعداد خارطة مستقبلية للمنطقة. من محافظة ضباء، محمد شيخ. بين أمواج البحر وجمال الطبيعة الخلابة التي تعكس جمال سواحل البحر الأحمر، انطلقت كروز سينيك لتبحر من ميناء جدة الإسلامي وتستكشف جزر البحر الأحمر. المزيد في هذا التقرير. على رصيف ميناء جدة الإسلامي انتظرت الكروز السياحية العالمية زوارها لتنطلق عبر سواحل البحر الأحمر في رحلات مختلفة ومميزة، حيث انطلقت كروز سينيك التي تحل ضيفة لأول مرة في جدة برحلاتها السياحية الترفيهية والاستكشافية. نستعد الآن لبداية موسم السعودية، نستكشف مع سينيك كليب ساحل البحر الأحمر الجميل، ونذهب إلى مواقع مذهلة خلال رحلاتنا، ونتوقف في شواطئ خلابة للاستمتاع بجمال الشواطئ والشعب المرجانية. تقدم كروز سينيك تجربة بحرية فائقة الرفاهية لزوارها، بداية من تخصيص خادم شخصي لكل ضيف إلى تقديم خدمات فائقة الجودة من خلال مرافقها المختلفة من منتجع صحي ونادي يضم أخصائيين عالميين ومطاعم عالمية ورحلات الهليكوبتر التي يكتشف من خلالها الجزر المختلفة في البحر الأحمر. صراحة رحلة كانت جميلة، والأشياء هذه كنا نشوفها دائما في دول أوروبية، والآن عندنا في السعودية صارت وبهوية سعودية ولون سعودي،
ومرنا على جزر كمان اكتشفنا جديدة أول مرة نشوفها، فكانت رحلة جدا جميلة، تجربة جدا رائعة استمتعت فيها جدا. الفعاليات جدا رائعة وكثيرة، الطاقم المسؤول عن الرحلة جدا متفاعل مع الضيوف. تنطلق السياحة البحرية في السعودية إلى العالمية عبر سواحلها وشواطئها وجزرها الخلابة التي تجذب أنظار العالم أجمع، وفي كل جزيرة وساحل تصنع الذكريات الجميلة لكل زائر. غفران مكي، جدة. انتهت نشرتنا، وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها. بناء مدن المستقبل والذكاء الاصطناعي على طاولة المنتدى السعودي الأول للثورة الصناعية الرابعة. جرعات لقاح كورونا في المملكة تتجاوز 25 مليون و700 ألف جرعة. والطيران المدني تصدر تعميما بعدم سماح سفر المواطنين للخارج إلا لمتلقي جرعتي لقاح كورونا. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.